تفضل. شيخ الله يحفظك، هل يطالب بالصيام من فات اليوم الأول؟ ما في كلمة فاته اليوم الأول، فاته اليوم الأول بناء على ماذا فاته؟ هل أولا اقتنع أنه هذا اليوم كان واحد رمضان وبالتالي هو لم يصمه بناء على فتاوى؟ فإذا اقتنع أن هذا اليوم الأول هو واحد رمضان وفاته بناء على فتاوى فيقبل فتاوى الآخرين، إذا قال أقبل فتاوى الآخرين فيقال له اقض هذا اليوم الذي فاتك. الحالة الثانية أنه قال أنا لا يا أخي أنا لا أعرف شيئا، أنا عبارة عن إنسان عامي أسمع الذي يصدر في بلدي وبالتالي أنا أصوم معهم وأفطر معهم ولا أعرف شيئا، فبالتالي هذا لا يقال له اقض يوما مكان، وإنما فقط يكون تبعا لي بلده لأنه لا يميز ولا يفهم، وإذا كلف وخوطب ربما يعني يتبلبل وينتكس. فإذا هذا الكلام يقال في هاتين الحالتين، لابد أن تميز بين هاتين الحالتين.